بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم قناة محترف بدر للتقنية. اليوم ان شاء الله سوف اتكلم عن اجيب عن تعليقات الكثيرة والكثيرة، خاصة من ام اسراء ابو وليد محمد بن النافلة ولا الى اخرها كاسم، عن ما هو الطابعة التي اشتريها باللون الابيض والاسود في المنزل لاستعمال المنزلي للاولاد الى اخره. هناك طابعتين، طابعة البي بي 2900 بنسختها الجديدة، هناك طابعة هذه قديمة ولكن الكانون ارتأت ان تعيدها كما ترون جديدة بنسختها الجديدة، لان في 2010-2014 كانت هناك طابعات واتت عليها البي بي سي ميكرونت باللون الابيض والاسود اسود، وخرط الكرتوش الخاص بها او الطنان الخاص بها هو 285A، وهذا الكرتوش الخاص بها هو 2612A. هناك فيديو سابق يتكلم عن اسعار الخراطيش واللونكر والطونر الى اخره. اليوم سوف نتكلم عن هذه الطابعتين والفرق بينهما وما هي المناسبه للاخوه، ولكن قبل ذلك اريدك اخي ان تشترك الان، ان تشترك، تضغط على اللايك والجرس ودعمي بتعليقات او سؤال، وسوف اجيب ان شاء الله في الاسبوع اخر الاسبوع، احاول ان اجيب عن اغلب الاسئله، ولكن قبل ذلك اريد ان تشترك وتصلوني الى 50,000 مشترك قبل تاريخ ميلادي، وله هو 13 جانفي. أريد أن أصل إلى 50,000، ليس 100,000 أو 200,000 ولكن 50,000، وسوف أضع هدايا إن شاء الله قيمة وقيمة جدا. الآن سوف نذهب إلى الفاصل، ولكن قبل الفاصل كما قلت أخي من فضلك قم بالاشتراك في قناتي، وضع لي تحفيزا لكي أستمر في الفيديوهات الخاصة بالطابعات وبالتلفاز وكل المواصفات الجديدة، ولكن نلتقي بعد الفاصل. عدنا والعود احمد، ان شاء الله تكونوا كامل قد اشتركتم. هذه طابعه ابي البي بي دي من نفسه، هذه البي بي سيميترون. سيميترون هذه مفروغ منها، قد تكلمت عليها من قبل ولكن لم اقم بشرحها لم اعطيها كل ما تستحق من شرح. ان شاء الله تكونوا ترون سيميترونت. هذه سيميترونت من مواصفاتها انها طابعة رائعة ورائعة جدا، يمكنك ان اذا حافظت عليها في المنزل ان تصل لك الى 10 سنوات او 15 سنة ان شاء الله. هذه باللون الاسود، هناك باللون الابيض. سيميترونت بي الدرايفر الخاص بها تجده متوفر هناك في الكرتون، وتجده متوفر في الانترنت. لكي لا اطيل عليكم احاول ان اسرع نوعا من الفيديو لكي لا أقوم بتمديده. اليوم سوف نتكلم عن هذه، المرة القادمة سوف نتكلم عن هذه. الفيديو هذا هناك بالنسبة للطابعة هذه نوعها خفيف، الطباعة فيها خفيفة، 18 ورقة paper per minute في اللون الأسود، لأنها تقوم باللون الأسود. هناك LPP 2900 كما ترون 12 ورقة باللون الأسود، يعني هناك 12 ورقة تقوم بطباعة 12 ورقة في الدقيقة، وهذه 18 ورقة، هذه خفيفة نوعا ما، هذا هو الفرق الشاسع بينهما. أما في الشكل في كل شيء هناك تقريبا نفس المواصفات، نفس المعلومات، نفس إلى آخره. بالنسبة لهذه المعلومات طابعة متكتبية موفرة للطاقة. الآن سوف نفتح ونرى من الداخل. إذا ترون من الداخل، انتم ترون هذه يجي فيها الكتالوج الخاص بها، الكتالوج الخاص بها، وتجد الكابل ذري ممتاز لي اس بي كما قلت. كل الطابعات ليس اغلبها، كل الطابعات او اغلبها 90% انه لا تجد كابل ذري ممتاز، كابل يو اس بي الخاص بها، يجب ان تشتريه لوحدك. نفتح البي في 2000، بالنسبة للريباراسيون الخاص بها نقوم نحن نوفر تصليحها، أي طابعة نوفر التصليح له. هذا نقوم لاستعمال أول مرة، هذا الكارتوش الخاص بها تجدوه 225 وهو 285،
عندما تبحث عن ديسكو كادرو انتسان كراه يدير حوالي 150 160 170 كل واحد وحسب ما يبيع. هناك احنا عندنا متوفر يدير 160,000. بالنسبة للانكوال احسن ماركة هي 160,000. ننزل هذا ثم نعيد ادخال الطونر هكذا. الان سوف نقوم بتجربها. لكي تجربها هناك طريقة سهلة لكي تقوم بتجربها بدون ان تثبتها مع الكمبيوتر. هذه هي الطابعة الخاصة بالبي بي سيميل ترونت بي سيميل بي. نفتحها كحسب الاكات. هذه نقوم بفتحها كذا. وهذا هي الخلفية الخاصة بها. هناك دي اس بي كما ترون، دي اس بي هنا والليمتاسيون. هذه الطابعة رائعة ورائعة جدا، أنصح الإخوة بشرائها. وسوف تجدون في صندوق الوصف ما هو سعرها بالتدقيق لدينا. وهناك ميزة التوصيل إذا أردتم أن الشراء يمكنكم مراسلتي في الكمبيوتر وسوف أوفرها لكم إن شاء الله. أما الآن سوف نربطها مع الكمبيوتر ونقوم بتشغيلها وتجربها إن شاء الله. لذا لا تذهبوا بعيدا وقوموا بالاشتراك من فضلكم. والآن سوف نشغلها لأول مرة بعدما سقنا كاب دالمتاسيون. نقوم بتشغيلها. في المرة الأولى سوف تقوم بقراءة لي بيس تاع الطونير. عندما تغير الطونير دائما تبقى تقرا في لي بيس الى اخره. سوف تبقى لمدة حوالي دقيقة او دقيقة ونص او دقيقتين نوعا ما. انتظر ثم عندما تنتهي سوف نعود اليه. الان وقد انتهت. عند كيف نقوم بتجربها بدون تثبيتها في الكمبيوتر؟ تثبيتها عندك سي دي راه كاين سي دي خاص بها. تقوم بادخاله في الليكتور سي دي تاعك وتقوم بتثبيتها بطريقة عادية. كيف نقوم بتجربها؟ نقوم هكذا. هذه تجربة، واحد، زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. الآن سوف تطبع لنا هذه بدون أن تقوم بتثبيت. تعطينا أسكو راهي تخدم مليح ولا لا. هذه طريقة سحرية بالنسبة للأخوة، كاين أكثر الناس ما يعرفوهاش. هاي تعطيك الخطوط، تعطيك الخطوط كيفية حالة الخطوط. إذا رأيت أن الخطوط راهي سابقة أو لم تقم بطباعتها بصفة عادية الآن لديها مشكلة. أما هذه طابعة روعة روعة جدا، يمكنك أن تقوم بشرائها وأنت إن شاء الله. هذا الفيديو القادم، لكي لا أطيل عليكم، الفيديو القادم يخص طابعات البي بي 2000 نفسه. إن شاء الله سوف نتكلم عليها في الفيديو الذي يلي هذا الفيديو إن شاء الله. هذه الدمية نفسه كما قلنا هناك الهاي سبيد وهناك 12 وقف في الدقيقة. وكذلك يمكنك أن تقوم بالطباعة من الكمبيوتر بطابعة لازر، ولكن لا في الاثنين ما فيهمش الويفي. فيما يخص ال بي سي 130 هناك بعض الطابعات ويفي وكاين غير ويفي. هذه لا تتوفر فيها الويفي، يمكنك ان تطلب الويفي اذا اردت. يمكنك مراسلتي وسوف اعطيك كل المعلومات الخاصه بها. بالاخير ندعوكم اخوتي للاشتراك وضغط اللايك والجرس من فضلكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ونلتقي في هذا الفيديو في الدومين نفسه. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.